جدعة بنت الفحلفواح. وكاين ما يدير في الفيديو الاخوان كيما العادة وكيما القاعدة. السلام عليكم، معكم عبد الفتاح بوكري. هاد الجدعة ديال الاخوان بنت فواح، اتعرفوا التمن ديالها، اتعرفوا كل شيء. بلوريقات ديالها الاخوان كتواجد في المنطقة الشرقية. انتم شوفوا تبارك الله السرعة والخفة، ما شاء الله النشاط تبارك الله. والفحلفواح راه معروفة الاخوان بالنسبة للناس اللي كتبحث على السلالة. بالنسبة للثمن ديال الإخوان مليون وميتين ألف فرنك، يعني 12000 درهم. ها الوريقة ديالها غتبان معاكم والله يسخر الجميع. هاهي زي 15 في شهر 2023. ندوزو الحال. عودة حوتة تبارك الله بربرية 10 سنين الوريقات ديالها، اللهم بارك. ملي كتسمعوا بربرية بلا ما تحتاج تسول على الوراق راه كاينين. الثمن ديالها 4 ديال المليون. المرقد دار بوعزة، وها الوريقة تاع الخوت. وندوزو لحاجة أخرى. وهذا المرقد ديالو تيفلت، السن ديالو عام أونس. بالنسبة لشحال تعطات، تعطات فيه 150000 ريال، طلب فيه 1,010,000 درهم. بلوريقات ديالو جدع، انتوما كتشوفوا تبارك الله، واللي بغى يتوكل على الله. وها الوريقه تاع الخوت، مازال غتبان واحد الصوره ديالو او لا جوج، المهم صوره واحده اللي غتبان. اي والله يسخر الجميع الاخوان. وندوزو نشوفوا حاجه اخرى. وكاين هذا 10 ديال السنوات، مرقد مراكش، عود حار ناضي تبارك الله. هاي النمرة غتبان معكم في الصورة ديالو، بغيت توصل الإخوان. بالنسبة شحال معطية، معطية فيه 180000 ريال، كيقول فيه 1,060,000. وهو ديك الساعة غيبان معكم ديري ديال الورقة، غيبان معكم في التليفون. الله يسخر الجميع الإخوان اللي بغيت توكل على الله. هاهو سيري الإخوان وتحياتي. وندوزو جدعة حفيدات الفحل صدام، تعطات فيها 5000 درهم، كيقولوا فيها 140000 ريال، 7000 درهم تبارك الله. انتوما كتشوفوا طلع جدعة مالك، اللهم بارك. وندوزو معاكم لحاجة اخرى الاخوة. هذا كاين في المحمدية 4 سنين ما مروضيش، ما عمرو ما تركب، يعني ما مخدومش الاخوان. الثمن ديالو 50000 درهم، 5 ديال المليون. اللي بغى يتوكل على الله ما عمرو ما مركوب الاخوان. هذا الجمع الاول الاخوان، المهم الثمن ديك الساعة تواصلوا معاه. هو كيدوش اباظ لي في هاد البرد هذا الخوت. واحد التليفون كاع، التليفون طاح وتشقلب الخوت والله. المهم الجمعة الاول ديك الساعة تواصل مع الحساب التامن. بالنسبة للمرقد ديالو القصر الكبير، لا مقطع فيديو، دابا يدوز واحد المقطع اخر. المهم خليت الفيديو كما جاني، ما قطعت لا مقطع لا حتى حاجه الاخوان، كما جا خلينا هكاك. دابا يتوكل على الله الاخوان، والله يسخر الجميع. واش نديرو الخوت؟ واو وجد لا عود. هذا الجمعة الاولى الاخوان، ما بغيتش ننقص من هذا المقطع اللي توصلت به حتى حاجه، خليته هكا الاخوان. واش غادي دير؟
كندور مع تيسالي سير اش دع بارب عندو 8 شهور دار ولاد زيدو اللي بغيت توكل على الله. الرقم قدامكم تواصلوا لا بالنسبة للثمن ولا خصها تكون معلومات اخرى. وصلنا نهاية الفيديو. غادي نعطيكم النمرة ديالي 06-30-38-34-30-10. دوزو بخير والسلام عليكم.